اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهد للإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهد للإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه الله 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 ثبت وانشر على جمعيا نهضة العلماء بإعلاء كلمة الله جمعيا نهضة العلماء بإعلاء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهد للإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهد للإحياء وإعلاء دين الإسلام.